يعني وصلنا لفقرتنا التالية وإحنا عبارة عن شو بناكل. معادلة صعبة وسهلة. صحتنا الجسدية بترتبط بغذائنا. فقر الدم من المشاكل الشائعة والمرتبطة مباشرة بنظامنا الغذائي. رح نحكي مع إيمان أبو صيام أخصائية التغذية لنعرف تفاصيل أكثر دقة. صباح الخير إيمان. يسعد صباحكم. أهلا إيمان، كيفك؟ أهلا فيكم. يعني بشكل عام في أشخاص بيشعروا بالإرهاق والتعب العام بشكل دائم ومستمر، وبعد ما يجروا الفحوصات ويطمنوا على صحتهم بيكتشفوا أنه معهم فقر دم. فلذلك نحن اليوم نتعرف من خلالك على تفاصيل هاي الحالة الطبية، تحكي لنا إيش المعنى من فقر الدم وأنواع. تمام. فقر الدم هو من الأشياء يلي لازم إحنا نراعيها وندير بالنا عليها من البداية، لأنه لو اكتشفناها بوقت متأخر ممكن يصير عنا أنيميا. بداية أول شيء بدنا نعرف شو وظيفة الدم. طبعا الدم وظيفته الأساسية هو نقل المواد الغذائية والمغذيات من وإلى الخلايا، وبالمقابل أخذ الفضلات من الخلايا لأماكن الطرح الرئيسية زي الكلى والرئتين. كمصطلح فقر الدم هو عدم قدرة الدم على نقل المواد الغذائية من الخلايا وإليها. في حال كان عندي أنا نقص ببعض المغذيات فبيؤدي عندي لمشاكل. نعم. بالدم، وحتى نقل الأكسجين للأنسجة مظبوط. نعم. من خلال طبعاً كمان كريات الدم الحمراء. نعم. إذا قلت بيكون في صعوبة. نعم صحيح. كمان شغلة إنه الدم في لما يكون أنا عندي دم الأكسجين وصل للدم وصل له مغذيات ومواد غذائية، هون أنا بيكون عندي خلايا دم حمراء صحية نشطة فعالة، فما بيكون عندي أي مشاكل بالدم. حلو. يعني إحنا دائما لما بنحكي فقر الدم ما بدنا نجتهد لحالنا نقول والله لوني شاحب فأنا عندي فقر دم، أنا دايخ أو دايخة فأنا عندي فقر دم. خلينا نحكي اليوم عن أعراض فقر الدم. لا، أنا قبل ما ننتقل للأعراض حابة أحكي عن أنواعه عشان أطرق. أحكي طبعاً عن أكيد عن أنواع وعوامل، يعني ممكن نسميها يعني اللي بالأمور اللي بتأدي لفقر الدم. تفضل. أنواع فقر الدم، أول شيء في عنا الأنواع المرضية، طبعاً إحنا ما رح نحكي عنها لأنه الأطباء رح يحكوا عنها بشكل أفضل، مرتبطة بأمراض معينة. نعم أيضاً. نعم. بالنسبة اللي رح نحكي عنهم أنواع فقر الدم اللي هي مرتبطة بالتغذية. أول شيء في عنا فقر الدم اللي مصحوب بنقص الحديد. نقص الحديد طبعا هذا الإشي بيعاني منه أغلب الأشخاص. أعراض الحديد أو نقص الحديد بيكون الشخص ما بيشكي ولا من أي شيء، ما عنده أي مرض، لكن بحس حاله أنه مرهق تعبان، في عنده خمول، بيكون في عنده كسل، احيانا بحس انه توتر، بيكون في انفعاليه، يعني من اقل الاشياء بيكون عصب وصار في عنده انفعاليه زياده. كمان بيكون في عندنا بروده بالاطراف، باطراف الايدين والرجلين. ليش؟ لانه ما بيكون في عندي دوره دمويه كامله وصلت للاطراف. كمان شيء اعراض مهمه جدا اللي هم تكسر الاظافر وتساقط الشعر. نعم. هاي الاعراض اللي بتعاني منها أغلب السيدات. نعم. مرتبط بموضوع السيدات إيمان إنه إحنا في عنا الدورة الشهرية، الحمل، وبنفس الوقت انقطاع الطمس. أدي بيرتبط هذا الموضوع كمان بموضوع فقر الدم؟ هاي أحد أسباب نقص الحديد أو فقر الدم اللي هي الدورة الشهرية. طبعا الدورة الشهرية معروف إنه موجودة عند السيدات. في بعض السيدات ممكن تكون عندهم بشكل نزيف. نعم. نزيف دموي، فهذا الإشي ممكن أنه يعمل نقص حديد بالإضافة للولادة والحمل. طبعا الحامل معروف أنه أول فترة الجنين لما بده يعني تكون في حمل الجنين بياخد مواد غذائية من الأم الحامل، فمنشان هيك إحنا دائما بنوصل الأم قبل ما يصير في حمل أنه تشيك أو تعمل فحوصات دورية للحديد والمخزون الحديد. نعم. النسب التي يحتاجها الشخص من الحديد لحتى ما يصير معه هذا الإشي، وهل بتنصحي يعني مثلا بتناول المكملات في حال كان في وتم اكتشاف أنه في نقص أو فقر في الدم؟ هسا النسبة بتختلف من شخص لشخص وحسب الأعمار. أول شيء خلينا نبلش بالأطفال. الأطفال تقريبا بيحتاجوا من 8 إلى 10 ميلي جرام خلال اليوم من الحديد. السيدات ما بين العمر 19 إلى 50 سنة بيحتاجوا ل 18 ميلي جرام من الحديد. الرجال بيحتاجوا ل 8 ميلي جرام من الحديد. السيدات الحوامل 27 ميلي جرام من الحديد. فمشان هيك لازم الست الحامل أنها تشيك تعمل فحوصات دورية قبل الحمل وخلال فترة الحمل. كيف بنعرف الحصص اليومية اللي بناخدها من الغذاء إيمان؟ طبعا حسب، هو بيختلف شو الأطعمة أو شو مصادر الحديد أو مصادر الأشياء اللي فيها
زي فيتامينات ومعادن. أول شيء بدنا نتطرق للمصادر الحيوانية. إحنا عندنا مصدرين للحديد، المصادر الحيوانية والمصادر النباتية. طبعا المصادر الحيوانية هي الأفضل وهي الأعلى بالحديد، تمام، لأنه امتصاصها أسهل. الأعلى بالمصادر الحيوانية هي الكبدة، بعدين بيجي بعدها اللحم الأحمر، بعدين عندنا السمك، البيض والإجاج. هدول أعلى شيء بالمصادر الحيوانية، فيهم نسبة حديد عالية. طبعا نيجي ننتقل للمصادر النباتية. طبعا المصادر النباتية عندنا البقوليات زي العدس، الفول، العدس، الفول، الحمص. بالنسبة للخضار في عندنا السبانخ والبروكلي، فيهم نسبة منيحة من الحديد. نيجي للفواكه، الفواكه عندنا الفواكه المجففة زي الزبيب، التين المجفف، المشمش المجفف، هاي فيها نسبة حديد جدا عالية. طبعا زي ما حكيت أنا إنه المصادر الحيوانية امتصاصها أسرع من النباتية. المصادر النباتية بتحتاج لوسط، نعم، تحتاج لشيء يساعدها لحتى الجسم يمتصها، زي الفيتامين سي. ليش الجسم بيحتاج لفيتامين سي؟ لأنه الحديد بيحتاج لوسط حمضي لحتى الجسم يمتصه. نعم. فلازم يعني ينتقل من الشكل اللي هو عليه لشكل آخر لحتى الجسم يقدر إنه يمتصه. يعني سألتك سؤال هلأ قبل الهواء عن موضوع، في ناس عندهم مشكلة شاهد بامتصاص الحديد، بقول لك إنه طبيعة جسمي ما بيمتص الحديد، فقلتي لا هاي المعلومة خاطئة، فإحنا لازم نوضح للمشاهدين ليه في أجسام دائما بتعاني من موضوع امتصاص جسمهم للحديد. في بعض الأشخاص بيرتكبوا أشياء غلط. يعني إحنا كشعب أردني أو الشعب العربي بشكل عام في عنا إشي غلط إحنا بنعمله دائما بعد الوجبات الأكل أو بعد الغداء أو بعد الفطور، في عنا كاسة الشاي. طبعا هاي بالنسبة لهم إشي مقدس، كاسة الشاي أو كاسة القهوة، فبيشربوها. هسا هي كموضوع أو إنه الشاي بعد الأكل هو إشي غلط للأشخاص اللي عندهم نقص حديد. يفضل انه احنا نباعد ما بين الشاي والقهوه تقريبا من 3 لـ4 ساعات. قصدك بين الشاي والاكل؟ ايوه. يعني تغدينا نستنى لنا ساعه بعدين نشرب 3 لـ4 ساعات من عن جد؟ نعم. مستحيل هذا الشيء يزبط. صعب كثير. بالنسبه للشاي والقهوه ليش؟ لانه فيهم ماده الكافيين، الكافيين بمنع او بيعيق امتصاص الحديد. طب والناس اللي بتفطر وبتتعشى مع كوبايه الشاي شو يعملوا؟ ما يشربوا، ياخذوا الحديد بالوريد وخلصوا، تخلصوا من القصه. للي عندهم نقص حاد او شديد، طبعا اكيد هون بننتقل احنا نعطيهم بالوريد. كمان شغله غير انه الشاي. طب بصير سؤال، بما انه عم نحكي عن الشاي، في فرق بين الشاي الاخضر والشاي الاحمر؟ لانه عاده بحس الشاي الاخضر هو صحي اكثر. في مضادات اكسده برضه بيمنع من امتصاص الحديد؟ مش بكل الحالات، زي ما حكيت اذا كان عنده نقص حديد يفضل انه ما ناخذ. تمام بس الشخص الطبيعي عادي بيقدر انه ياخذ. هو اعلى نسبه كافيين من الشاي الاحمر. طبعا. نيجي للنوع، عفوا، الشغله الثانيه اللي بتعيق امتصاص الحديد، وفي بعض الناس ما بيعرفوها، انه احنا نجمع ما بين مصادر الحديد والمصادر الالبان. الحليب، الحديد، عفوا، الالبان فيهم كالسيوم. هسه لما احنا نخلط ما بين حديد وكالسيوم، هون الاثنين راح لما يتقابلوا بيتعارضوا مع بعض. عشان هيك بينصحوا انه ما ناكل سمك مع شنينه او مثلا زي اكله المنسف. طبعا هي صعب انه احنا بعد عنها، بس أكلتها غلط. عشان هيك غلط. بس احنا بنحبه. لحمة وعندنا لبن، تمام. بكرة الجمعة في منازل، الله يرضى عليكي. شوفي هي بس للأشخاص طبعاً اللي عندهم نقص. طبعاً طبعاً. زي الصاجية والشنينة، هون احنا كالسيوم وحديد هون بتعارضوا مع بعض، فما بيتم امتصاصهم بشكل صح. يعني المنسف الأردني لا غنى عنه، وما في أطيب وألذ منه. حتى أنا كأخصائية تغذية أكيد بحبه. أكيد نحن كتير مبسوطين بوجودك معنا اليوم. يعطيك ألف عافية أخصائية التغذية إيمان أبو سيام، سعدنا جدا بوجودك، ونتمنى السلامة والصحة لجميع المشاهدين.